باشا الخوت، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ يا كل شيء بخير، الامور مزيان، صحتكم بخير وعلى خير. الخوت، بغيت نسولوا على واحد السؤال وواحد القضيه محيره العقول ديال الناس، ولا اي انسان كيبغي يخرج من الدار ديالو. اي واحد كيبغي يخرج من الدار ديالو كيتساءل مع راسه، ولا اي مرة بغات تخرج من الدار ديالها كتسائل مع راسها، كتقول لا سيدي بان كاين السفاح، والانسان ولا خايف، وبنادم ولا كيخرج ولا كيخرج وسميتو وخايف، خايف من خايف على راسه. واش نقول لك مرخوت؟ هاد الامر والله الا كيحير بزاف، والله العظيم الا كيحير هاد الامر. يعني اي واحد كيخرج خايف على راسه من السفاح، يقدر يتلقى ليا، يقدر في اي لحظه، ها هو في اكادير، ها هو هنا، ها هو في الصويره، ها هو في الرباط، ها هو في مراكش، ها هو هنا، ها هو هنا، ها هو هنا. الانسان ولا خايف؟ يعني واش قعدت لهاد الدرجه هاد السفاح هذا؟ وصلت لهاد الدرجه وما تشدش؟ يعني راه ما يمكنش، راه لا يعقل. يعني المخزن راه كاين، راه المخزن راه خدام ماشي، يعني ما يمكنش. يعني كلشي داير خدمته، لا المخزن ولا البوليس ولا الجندارم ولا العسكر ولا المخازن، القوات المساعده المخازنيه، يعني كلشي خدام. كيفاش هاد البلان هذا ديال السفاح؟ حنا راه انا بعدا كنهضر على راسي، انا ما فهمت والو، انا بعدا راه ما فهمت حتى شي حاجه. واش ما كاينش المخزن راه كاين. يعني انا من وجهه نظري انا راه القضيه فيها شي حاجه، مهما ما كاينش. يعني هاد السفاح باقي عا كيدور وعا كيتعدى على عباد الله وعا كيظلم وعا كيسميتو، انا راه ما فهمت والو في هادشي. يعني هادشي راه ما فهمت فيه، انا شخصيا ما فهمت فيه والو. راه اي واحد يخاف على سميتو، على ولادو، على اي واحد. انت اللي كتفرج، وانا وانت والاخر، راه كلشي. يعني راه كلشي غيخاف على راسو. واش متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ يعني راه ما يمكنش المخزن، راه كاين المخزن في البلاد. واش هاد السفاح هذا واحد عباد الله، واحد دار في المغرب، يدير في المغرب روينه؟ يعني راه كاينه شي حاجه تما ماشي تلهي. واش هاد السفاح هذا كاع غلب كلشي؟ يعني راه بزاف والله، تيخلي هادشي، راه يخلي بنادم في شكل. يعني راه هادشي راه غريب، هادشي سبحان الله العظيم. يعني راه كاين المخزن في البلاد، راه المخزن كاين في البلاد ماشي ما كاينش. واش هاد السفاح هذا كاع هاد الشيء هذا اودي قضيه في شي شكل؟ والله الا في شي شكل اخوتي بالله. واللي شاف هاد الفيديو يبارطاجيه مع الحباب والصحاب، و الا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو في القناه ديالي، دير لي اشتراك وتفعيل الجرس وجيم وشي تعليق تحفيزي للقناه ديالي. وتحياتي لكم جميعا اخواني في الله. ورحنا هضرنا في الصراحه، يعني في الصميم، هادشي راه ما فيش سميتو، ماشي كوبي كولي ولا كذا، ولا كنديروا الزواق والنفاق. يعني انا عندي ولادي، انت عندك ولادك، انت عندك والديك، انت عندك امك، انت عندك باك.